النهارده منورنا الكابتن مجدي عبد العاطي نجم انبي السابق والمنتخب الوطني، والحقيقه هو واحد من المهاجمين ايضا المتميزين اللي بنوا تاريخ واسم فريق انبي. انا برحب بيه ومنورنا في البيت الكبير. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي واهلا بالكابتن هاني طبعا، وسعيد جدا ان انا موجود معاك والله. لا انت اللي مشرفنا مجدي طبعا، ويمكن من خلال المقدمه اللي عليتها سهام انت من المهاجمين المميزين جدا وكمان على مستوى التدريب ما شاء الله. خلينا اخش على طول معاك في السؤال، لان السؤال ده انا كنت عايز اساله لك من زمان. طبعا انت كان ليك دور ودور ايجابي جدا في تكوين او الشكل الهيكل لفريق اسوان. ما ندمتش انك استعجلت شويه في موضوع الاستقاله ده يا مجدي؟ والله بقول الحمد لله في البدايه، وببارك لجمهور اسوان والمجلس اداره وكل وكابتن احمد كشري على البقاء. لكن انا يعني قرار كنت متخذه ان الظروف اللي انا كنت فيها كانت صعبه جدا وما كنتش اقدر استحملها، وضغط اللعيبه عليا هو اللي خلاني اخد القرار ده. ممكن الواحد ممكن يكون تسرع شويه في القرار، لكن ما ندمتش، لان هو ده قضاء ربنا في الاول وفي الاخر. لكن سعادتي ببقاء الفريق يعني تجاوزت الندم على القرار، يعني لان ده كان رهان في البدايه من مجلس اداره ومن من انا شخصيا على مجموعه اللعيبه دي، والحمد لله كانوا قد المسؤوليه. مجلس الاداره كمان بارك لك، انا بتابع على السوشيال ميديا، كان كمان مجلس الاداره كان مقيم تجربتك بشكل كبير جدا، حتى بعد البقاء كان بينزلوا بوست وقالوا كمان ده كان شغل الكابتن مجدي عبد العاطي. عشان كده كان في استغراب. لا هو استغراب من فكره رحيلك عن اسوان. دي حقيقه. انا بقول لحضرتك يعني الحقيقه اول ما خلصت مباراه حرس الحدود لقيت كم تليفونات من اللعيبه ومن جهاز فني ومن اعضاء مجلس اداره، والله ده اسعدني جدا جدا وحسسني الحمد لله ان يعني تعب الواحد برده ما راحش، لكن كابتن كشري جه وكمل وببارك له من خلالكم، عمل راوند تاني هايل. لكن برضو في النهاية الناس برضو يعني كافئت الواحد بالكلام ده وحسست الواحد الحمد لله ان تعبه برضو ما راحش، وبقاء أسوان كان هو الهدف الأساسي من بداية الموسم يعني.